تلاميذ السنة الثانية ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثالث في مادة التربية الإسلامية، سنقوم بحله معا. السؤال الأول: املأ الفراغ لتحصل على صورة الفيل. لدينا صورة الفيل ولدينا الفراغ، إذا نملأ الفراغ. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم ترى كيف أحسنتم فعل ربك بأصحاب الفيل. فعل ربك بأصحاب الفيل. الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل أحسنتم كيدهم في تضليل. كيدهم في تضليل. كيدهم في تضليل. واصل. جيد. وأرسل عليهم طيرا أبابيلا. اكتب وأرسل عليهم طيرا أبابيلا. وأرسل عليهم طيرا أبابيلا. واصل. جيد. ترميهم بحجارة من سجيل. ترميهم بحجارة من سجيل. بعد قراءة السورة: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيلا ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم أحسنتم كعصف مأكول. كعصف مأكول. وهكذا أملأنا الفراغ الموجود في صورة الفيل. ننتقل إلى التمرين الثاني. التمرين الثاني: اربط عبارة من آداب المسجد. لدينا عبارة من آداب المسجد بالبطاقة المناسبة لها. لدينا عبارة ولدينا البطاقة، إذا نربط العبارة مع البطاقة المناسبة لها. إذا كانت البطاقة مناسبة نربط. من آداب المسجد إلقاء التحية على المصلين. حسنًا صحيح. من آداب المسجد عندما أدخل إلى المسجد ألقي التحية على المصلين. ثانيا: من آداب المسجد عدم الاستماع للإمام. لا أستمع إلى الإمام لما الإمام يخطب، خطأ ليس من آداب المسجد. من آداب المسجد قراءة دعاء دخول المسجد. أحسنتم. من آداب المسجد بطاقة تناسبها. عندما أدخل المسجد أقرأ دعاء دخول المسجد. من آداب المسجد الركض في أرجاء المسجد، معنى أجري داخل المسجد، خطأ ليس من آداب المسجد. من آداب المسجد عدم إزعاج المصلين. لا أزعج المصلين. جيد. من آداب المسجد. من آداب المسجد عدم رفع الصوت، معنى أتكلم بصوت منخفض. جيد. من آداب المسجد. إذا لدينا من آداب المسجد إلقاء التحية على المصلين، قراءة دعاء دخول المسجد، عدم إزعاج المصلين، عدم رفع الصوت، كلها من آداب المسجد. بينما عدم الاستماع للإمام والركض في أركان المسجد ليست من آداب المسجد. ننتقل إلى السؤال الثالث. أكمل الفراغ بالكلمات التالية. لدينا عبد الله يتيما، الثاني عشر آمنة، عبد المطلب، أبو طالب ربيعي الأول.
عبد الله يتيما الثاني عشرة آمنة عبد المطلب أبو طالب وربيع الأول. نكمل الفارغ. ولد محمد صلى الله عليه وسلم في أحسنتم متى؟ في الثاني عشر. جيد، في الثاني عشر. الثاني من شهر، جيد، شهر ربيع الأول. من شهر ربيع الأول، جيد. ولد محمد صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر من شهر ربيع الأول. أبوه، من هو أبو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أحسنتم، هو عبد الله. جيد، أبوه عبد الله. وأمه، أم رسولنا، أحسنتم، آمنة. إذن أمه آمنة وأبوه عبد الله. واسم جده، أحسنتم، جده عبد المطلب. عبد المطلب. نشأ الرسول، كيف نشأ؟ أحسنتم، نشأ يتيما. وبعد وفاة أمه وجده، من الذي رعاه؟ رعاه عمه، اسمه، أحسنتم، أبو طالب. إذن عمه أبو طالب. نعيد قراءة الفقرة. ولد محمد صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر من شهر ربيع الأول. أبوه عبد الله وأمه آمنة وجده عبد المطلب. نشأ يتيما وبعد وفاة أمه وجده رعاه عمه اسمه أبو طالب. السؤال الرابع. مما تحفظه أكمل الحديث النبوي الشريف التالي. نكمل الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم، أحسنتم، المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد، مواصل، فليركع ركعتين، فليركع ركعتين، مواصل، أحسنتم، قبل أن يجلس، قبل أن يجلس. هذه من أدب المسجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نواصل مع السؤال الخامس. رتب الكلمات التالية لتكون جملة ثم اكتبها. لدينا كلمات نكون جملة ثم نكتبها. ألتزم أنا بآداب تلميذ المسجد مسلما. ألتزم أنا بآداب تلميذ المسجد مسلما. نبدأ، أحسنتم، أنا أنا جيد، تلميذ مجتهد، تلميذ مسلم، عفوا، تلميذ مسلم. أنا تلميذ مسلم. ماذا أفعل؟ جيد، ألتزم. ألتزم بماذا؟ بآداب المسجد. نهاية قراءة الفقرة أو الجملة. أنا تلميذ مسلم ألتزم بآداب المسجد. إذن جملة صارت مرتبة ومفيدة. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس إشعارات ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.